بعد ما وقف بعد جائحة كورونا بصراحة تنظيم كان رائع، لا من ناحية جميع النواحي، حتى من الأمن الوطني زعما الله يجزيهم بخير، زعما داروا في المستوى صراحة الله. بحكم أنني بنت مدينة مكناس وكنت خايفة أن زعما بحكم سيركيلاسيون وعندنا لومبوتياج وداك الشيء، مي الحمد لله ما شاء الله وعجبني، وفي النسخة ديالو 15 عام بعد عام كيزيد محسن. Bonjour, je m'appelle Zim Bukari, étudiante à la première année de gestion des entreprises agricoles dans l'Institut Prince Sidi Mohamed des techniciens spécialisés en agriculture. On est très fiers d'être aujourd'hui ici. Bonjour tout le monde, je suis Hajar Bouzi, étudiante à l'Institut Prince Sidi Mohamed des techniciens spécialisés en gestion et entreprises agricoles. Dans la ville de Mohamedia, je suis très fière d'être là pour avoir une expérience. Vraiment, j'ai adoré, j'ai aimé ça, tout ça. Ça fait. اسم القاوين من مدينة بركة، تعاونية ريتا جهودة، صفة رئيسة التعاونية في إنتاج العسل. وحنا جينا من مدينة الشرق. جئنا هنا باش ناخذوا واحد الدوره تكوينيه من مجلس الاستشاره الفلاحيه، ناخذوا عليها واحد الدوره هنايا باش العام الجاي ان شاء الله تكون المشاركه ديالنا حتى حنا في هذا المعرض. يعني المعرض في المستوى، كل شيء في المستوى بالنسبه للكوبيراتيف، لا بكل شيء يعني خدينا عليه فكره، وكنتمنوا كاع الناس يلجؤوا لهاد الحوايج هادو اللي زينين. النشاط بزاف، يعني نشاط زوين كل شيء، لا في الاستقبال، يعني لا في يعني شي في المستوى الصراحه ديال ربي، و كتشوف شي حوايج كاينين في البلاد ديالكم ما كنتش كتشوفهم من قبل. ايوا واش غادي نقول لك، حنا اولا جينا بالمنطقه الشرقيه مدينه بركان، وعندنا تعاونيات وجينا نشوفوا هذا المعرض، اول مره جيت له صراحه وعجبني داك الشيء. مع انا الدومين ديالي يعني في داك الشيء تاع المواشي، المهم شي ديريكت لداك الشيء تاع المواشي وداك الشيء تاع الدواجن، صراحه معرض زوين وكل شيء فيه زوين، وتعاونيات في المستوى، ونتمنوا يعني حتى ناس اخرين يلتجوا لهذا الشيء تاع التعاونيات ويديروا حتى هما ياسوا تعاونيات باش هكا نعطيو يعني للمغرب ديالنا حاجه زوينه. شنو؟ الاسم ديال التعاونيه ديالنا تعاونيه شادين لتربيه الدواجن وتربيه المواشي ومنتوجات محليه ومجاليه. السلام عليكم، معكم مينا بلكينو من جهة مسا بالضبط من إقليم تيزنيت. وحنا كما تشوفوا جميع كغرار جميع الجهات المملكة جينا باش نحضروا فعاليات الملتقى الدولي النسخة 15 للفلاحة، وحنا جد سعداء بالتواجد ديالنا في هذا المعرض هذا. وكما شفتوا حنا الجهة ديالنا والإقليم ديالنا حاضر بقوة من خلال اللباس التقليدي ديالو، وكذلك من خلال لا أرجان لا أملو اللي معروفة به المنطقة ديالنا. وصراحة هذه أول مرة بأنني تنتواجد في هذا المعرض وعجبني بزاف، خاصة التنظيم، وتنشكر جميع الناس الواقفين على التنظيم وكذلك ساكنة مكناس معروفين بالضيافة ديالهم والكرم ديالهم، وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشرين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.